السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جونيور فايف، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هناخد مادة الساينس، هناخد مع بعضينا اخر لسن داخل معانا في منهج شهر نوفمبر اللي هو لسن 2 من يونت 2 كونسبت 2.1. يبقى ده اخر لسن داخل عندك في امتحان شهر نوفمبر، ان شاء الله هناخده وهنكمل مع بعضنا كمان الريفيجن على كل الكونسبت علشان تبقى، او على كل اللي اخدناه علشان تبقى داخل امتحان شهر نوفمبر كمان وانت مطمن. اول ما هتنزل ان شاء الله اي امتحانات للمعاصر او المتميز باذن الله هنحلها على القناة. يلا بينا، ليتس جو. لسن 2 ده بيقول لك ايه؟ observing matter، او يلا بينا نلاحظ المادة او نلاحظ او نتعرف اكتر عن المطر اللي احنا اخدناها في لسن 1. قال لي عندك في الكوب نمبر 1 عندي كيوب، وودن كيوب. وودن كيوب يعني كيوب من الخشب، وودن كيوب يعني قطعة من الخشب. كيوب has a definite، دي كلمة جديدة عليكم، definite وبتساوي كلمة fixed، هما الاتنين معناهم انها ليها shape. انتوا عارفين shape يعني شكل. هل القطعة دي او قطعة الوود دي الخشب لما انا حطيتها جوه الكب هل الشيب بتاعها اتغير؟ يعني مثلا هي كانت كيوب بقيت سيركل؟ لا طبعا، هي قاعدة ايه؟ قاعدة نفس شكلها، واخدة the same of the shape، واخدة نفس الشكل اللي هو ايه؟ كيوب. يبقى الحاجة الصوليد يا جريد 5، الدرس ده بكله عايز يفهمك ان الحاجة الصوليد، الحاجة اللي صلبة الشكل بتاعها فيكسد ثابت، او الشكل بتاعها ديفينيت يعني ثابت برضو مش بيتغير. In cup 1 the wooden cup has a definite fixed shape. It's right. طب تعالوا بينا نشوف الكب نمبر 2 بيقول لنا عليه ايه. كب نمبر 2 بيقول water doesn't take a space inside the cup. لما انا بصب المية جوه الكب بتاعي ده، الووتر ما بتاخدش سبيس، مسافة من الكب. ايه ده يا مس؟ ليه؟ ازاي؟ امال ايه ده؟ ما هي اخدت الجزء ده اهو من الكب بتاعي. لا يا مس، ده الانسر عندي لازم تكون رونج. برافو عليكم. حاجة تانية، احنا قلنا المطر ليها ايه يا جونيور 5؟ ليها ماس يا مس، وكمان ليها فولم. وقلنا الفولم ان الحاجة تاخد سبيس او تاخد مسافة موجودة عندي كانت فاضية وانا مليتها بالمطر اللي كانت عندي. اللي ما سمعش لسن 1 يا ريت يرجع له. طب تعالوا نشوف هو عايز مني ايه في الاكتيفيتي دي. بيقول لي في الاكتيفيتي دي هات عندك كونتينر، كونتينر يعني وعاء، كوب مثلا، من الجلاس، سميهم A و B و C. طب وبعدين؟ قال لك كونتينر A ده حط فيه بلاستيك كيوبز، المكعبات اللي عندك في البيت. طب وكونتينر B حط فيه سموتر، شوية مية. طب وكونتينر C املاه ستيم، ستيم قلنا يعني بخار، مي بخار اللي هو بيكون طالع، الجاز اللي بيكون طالع وانت ماما بتعمل لك مكرونة يعني مثلا باستا، او ماما بتعمل شاي في الكتل او في عندك على البوتاجاز، بتلاقي عندك ستيم بخار بيكون ايه طالع لفوق. طب وبعدين؟ قال لك observe the properties، لاحظ الخواص of the content of each container and record. لاحظ بقى، اتكلم كده مع نفسك ومع اصدقائك وشوف دي تعتبر ايه؟ تعتبر solid. برافو عليكم. طب والووتر يعتبر ليكويد، احنا اخدناه من اللسون اللي فات. والستيم يعتبر جاز. جميل. السوليد لما انت حطيته في الكونتينر الشيب بتاعه اتغير؟ لا، شكله لسه قاعد كيوب، ما اتغيرش وبقي ريكتانجل او سيركل او تريانجل، لسه قاعد يا ميس نفس شكله. يبقى اول حاجه انا لازم اعرفها ان المادة الصلد الشيب بتاعها ديفينيت ثابت او محدد، والفولم بتاعها والحجم برضو بتاعها ديفينيت، الحجم بتاع الكيوب قاعد ما تغيرش. طب تعالوا نروح للكونتينر اللي فيه الليكويد الووتر.
قال لي لو انا جيت عملت او عملت صبيت في الكونتينر ده 1 لتر من الووتر، الجزازة اللي بنشتريها من عند السوبر ماركت اللي فيها 1 لتر، هل لو انا صبيتهم جوه الكونتينر ده او جوه الكب عندي هيزيدوا؟ لا طبعا، هيفضلوا زي ما هم. هينقصوا او ما ينقصوا؟ لو انت كبيت منهم بره، يعني لو كبيت بره الكونتينر هينقصوا، بس لو انت كنت شاطر بقى وفضيتها كلها جوه الكونتينر من غير ما توقع منها من بره، هيفضل الفولم بتاعها كونستنت او فيكسد او ديفن، يبقى مش هيتغير. يبقى اول حاجة تعرفها في الووتر او في اي حاجة ليكويد ان الفولم بتاعها الحجم بتاعها ديفن. ماشي، احنا خلاص كده عرفنا ان انا عندي الليكويد او المواد السائلة هتبقى ايه، ليها فولم ديفن. طب هل ليها شيب برضو فيكسد او ديفينت؟ لا. ليه؟ لان احنا قلنا لو انا عملت او صبيت العلبة بتاعت العصير بتاعتي اللي ليها شاليمو في الكب بتاعي، هي جوه العلبة بتاعت الشفاط او بتاعت الشاليمو بتاعي كانت، او الجوز بتاعي كان واخد نفس شكل العلبة. لما انا جيت عملت له بور او عملت له صبيته في الكب بتاعي، هياخد نفس شكل الكونتينر او شكل الكب بتاعي. يبقى اي حاجة ليكويد such as water such as milk such as juice كلها no definite shape، ما عندهاش شكل محدد. اوكي، دي مين؟ دي ليكويد. يبقى تعالوا نعمل ريفيو. السوليد، الفولم والشيب هما الاثنين ديفينيت، مش بيتغيروا، ثابتين. اما الليكويد لا، ده الفولم ديفينيت ثابت. بجيب لتر العصير او الملك بتاعي من السوبر ماركت، لما بوصل البيت بيه بيفضل هو نفس الفولم او نفس ال1 لتر اللي انا مشتريه. اما لما بصبه من الزجاجة بتاعته للكب بتاعي بيتغير شكله، يبقى الشيب بتاعه نو ديفينيت. طب تعالوا نشوف الجاز بقى، ده مريح نفسه، ده نو ديفينيت شيب نو ديفينيت فولم، لا عنده شيب ثابت ولا شكل ثابت. بتنفخ البالونة بتاعتك، عندك البالون بتاعتك ممكن تبقى سيركل وممكن تبقى الشكل الطويل ده، عارفينه؟ ويبقى كده، وتلاقي الراجل في الشارع واقف ببالونات عاملها اشكال كتير. طب ايه هنا اللي جوه البالونه؟ جاز. طب ليه شكله كان سيركل وشكله كان طويل كده لونج وشكله عباره عن سلندرز كده؟ علشان هو نو هاز ديفينيت شيب، ما عندوش شكل ايه معين، وكمان ملوش ديفينيت فولم، ملوش حجم معين. اوكي، يلا بينا نكمل. قال لي الكونكلوجن، قال لي الصوليد ليها ديفينيت فيكسد فولم اند شيب، اما الليكويد ليها ديفينيت فولم بس but they don't have ديفينيت شيب. ليه؟ قال لي علشان هي they take the shape of their container، بتاخد شكل الاناء او الوعاء اللي انا حطيتها فيه. طب الجاز؟ قال لي لا، ده لا ليه فولم ثابت ولا ليه شيب ثابت، have no definite volume and shape. So they take the volume and shape of their container. بياخد حجم وشكل الإناء اللي انت حطيته فيه. قال لي no, some gases can't be seen. صحيح، أنا مش بقدر أشوف الأكسجين اللي أنا بتنفسه، أو مش بقدر أشوف الكربون دايوكسيد اللي أنا بعمل له إكسهالت. قال لي but you can see air movement. انت بتقدر تشوف حركة الهواء لما يكون في عندي هواء جديد زي الايام دي في الشتاء. انت بتشوف الشجر عندك في الشارع بيتحرك، بتشوف باب البلكونة عندكم في البيت بيتحرك، الستارة اللي ماما حطاها بتتحرك، من حركها الاير. فانت بتقدر تشوف حركة الهواء من خلال الويند، الرياح لما بتهب، ويند بلو الرياح لما بتهب، and move some object، وبعض الحاجات لما بتتحرك زي الشجرة، الورق بتاع الشجرة، زي الستارة عندكم في البيت لما بتتحرك، دا
ده بسبب الاير موف، الاير موفمنت حركة الهواء. You can see balloon، انت بتقدر تشوف البالون. Gets larger when you blow air into it، انت بتقدر تشوف ان البالونة عمالة تتنفخ وتكبر، تاخد حجم كبير وانت بتنفخها بالهواء. اوكي، طب يلا نعمل تشيك على الاندرستاند بتاعتكم. قال لي true or false، liquid matter has a definite shape. liquid matter ليها definite shape؟ طبعا it's wrong. gas have no definite volume and shape. it's right. طب choose، not matter has a definite shape and definite volume. دي مين اللي ليها حجم وشكل معين؟ دي السوليد. نقط اند نقط. ارا ماتر تيك ذا شيب، مين اللي ملهمش شكل معين وبياخدوا الكونتينر؟ الليكويد اند جاز. اكتيفيتي 6 بيتكلم عن المطر برضو، احنا كل الليسونز ده بيتكلم عن المطر او الماده. قال لي انت خلاص عرفت ان السوليد والليكويد والجاز ار ميد اب اوف فيري تايني ثينج كولد بارتكلز. لا ده احنا لسه هنعرفها، انا ما اعرفش دي اصلا يا ميس، ولا اعرف كلمه بارتكلز معناها ايه. طب اوكي، كلمه بارتكلز معناها جزيئات صغيره او حبيبات صغيره جدا جدا جدا، انت ما تقدرش تشوفها بعينيك، بس انت لازم تعرف ان اي حاجه في الدنيا دي زي السوليد والليكويد والجاز ميد اب، مصنوعه من فيري فيري تايني، من اجزاء صغيره جدا، كولد بارتكلز بتسمى جزيئات انا مش بقدر اشوفها. قال لي البارتكلز اوف ماترز ار ان كونتينوس موشن. كونتينوس موشن، موشن انا عارفها ان هي حركه، وممكن اخمن كونتينوس ان هي مستمره. كونتينوس موشن يعني حركه مستمره. يعني انت يا ميس عايزه تقولي ان انا لو عندي كيوب من البلاستيك عندي في البيت، المكعبات اللي انا بلعب بيها، البارتيكلز اللي جواها بتتحرك واكون سايبها مثلا على الترابيزه، اجي القى الكيوب ده مشي وراح عندي في اوضه النوم بتاعتي؟ لا طبعا. كونتينوس موشن يعني الجزيئات او البارتيكلز دي اللي انت مش بتشوفها بتتحرك جوه الشكل نفسه. مس انا مش قادر افهم. طب انا هقول لك حاجه، لو انت عملت سبراي، رشيت سبراي عندك في اوضه النوم بتاعتك، اوكي اوكي ماشي، او معطر للجو بتاعك عندك في الاوضه، معطر للجو، وماما قاعده في الصالون عندك او بتسمع التي في عندك في اوضه غير الاوضه اللي انت قاعد فيها، مش ماما بتشم البرفان اللي انت حطيته وبتعرف انك انت رشيت سبراي؟ صحيح يا ميس. طب امال هي ماما ما اتحركتش من مكانها وما جتش عندك الاوضه، ايه اللي حصل بقى للبرفم؟ يا ميس ده البرفم اتحرك من عندي لعند مين؟ لماما. يبقى البارتكلز الجزيئات بتاعت الجاز اتحركت في الاير في الهواء ووصلت لغايه عند ماما، وماما شمتها. الى حد ما كده يا ميس انا فهمت شويه. طب مثال تاني، لو انت جبت ووتر وجبت من عند ماما ملون اكل اللي ماما بتحطه على الكيكه لونه ريد، اي لون جرين مثلا، وحطيته جوه الميه دي، هتلاقيه ايه؟ ده نقطه يا ميس بتتحرك تتحرك تتحرك لغايه ما كل الووتر يبقى ايه؟ لونه بلون الملون ده. يبقى كده يا جونيور 5، الجزيئات او البارتكلز كونتينوس موشن بتتحرك جوه مين؟ بتتحرك جوه الميه. هنفهم اكتر في الليسونز اللي جايه موضوع الكونتينوس موشن. طب قال ذا فولوينج تيبل بيوضح للفرق ما بين البارتكلز ان ايتش ماتر. يلا تعالوا بقى نشوف التيبل بتاعنا. بيقول لي لو انا عندي ماده سوليد، سوليد يعني جنب بعضها كده ماسكه في بعضها زي الكيوب بتاعك اللي بتلعب بيه مكعبات. طب مالها؟ شايفين دي عباره عن البارتكلز بتاعتها متماسكه
جنب بعضها. قال لي they are very close to each other. يعني ايه very close؟ يعني البارتيكلز ماسكة جامد في بعضها، المسافات ما فيش spaces، كلها كده ماسكة في بعضها. قال لي اسمها باكيت تايتلي. باكيت تايتلي يعني يا جونيور 5 كأنها كتلة واحدة. قال لي they have less energy، البارتيكلز اللي جوه دي عندها طاقة قليلة جدا. ليه؟ مفيش اصلا مسافة يا ميس انها تتحرك فيها، هتكون عايزة ليه energy؟ طب قال لي they move only a little bit، بتتحرك يا دوبك حركة صغيرة جدا. دي مين دي؟ دي الجزيئات او البارتيكلز اللي جوه السوليد ماتر. طب تعالوا نشوف الليكويد. قال لي الليكويد البارتيكلز بتبقى بعيدة شوية، في ما بينها وما بين بعض سبيس، مسافة. قال لي they have more spaces، عندها مسافة أكبر من السوليد. they have more energy، عندها طاقة أكتر من السوليد. they can move more freely، بتقدر تتحرك أكتر بحرية. أنت لما بتصب شوية مية في الكوب بينزلوا كده معاك، أما لما بترمي عندك السوليد هل الحاجة الصلبة بتبقى انسيابية كده ونازلة بالراحة؟ لا طبعا. طب تعالوا نشوف حاجة كمان هتفهمكم أكتر، الجازز. الجازز لا، احنا لسه عاملين اكزامبل بريحة البرفيوم، ده بتتحرك بسهولة جدا. ده كانت في اوضه النوم الاودر بتاعتي او الريحه وصلت عند ماما. ليه؟ عشان البارتيكلز بتاعتها السبيسز او المسافات اللي ما بينها وما بين بعض كبيره جدا وبتتحرك بسرعه. قال لي they have a lot of spaces، هي عندها مسافات كتير. they have a lot of energy، عندها طاقه كتير. they move very freely، هي بتتحرك بحريه اكتر بكتير. وعلشان كده الأودير أو الريحة أنا بشمها من مكان وهي في مكان تاني. ليه؟ علشان البارتيكلز أو الجزيئات بتاعتها عندها a lot of spaces, a lot of energy, very freely. أوكي؟ يا رب أكون قدرت أفهمكم الجزء ده. قال لي from the previous explanation إحنا عرفنا بقى the state of matter. قال لي Describing the properties of matter، أنا علشان أعرف أي state أي حالة لازم أعمل Describe، أفحص الصفات بتاعتها، كمان أشوف الموشن particles of matter. طب تعالوا نشوف measuring and observing matter، إزاي أقيس وألاحظ المطر. شايفين الرجل ده ماسك في إيده حاجة شبه المسطرة، اسمها تاب ميجر. اسمها ايه؟ تاب ميجر. طب مالها التيب ميجر دي؟ تيب ميجر مالها التيب ميجر دي؟ قال لي ده انا بقيس بها اللينس، الطول. we can measure the length، الطول of some matter، لاي مادة. using ruler، المسطرة. لو انا بقيس او عايزة اللينس بتاع البوك بتاعي، اللينس بتاع البن بتاعي، بمسك الرولر بتاعتي المسطرة وبقيس بيها اللينس. or measuring tape، او ان انا استعمل شريط القياس، ده اسمه measuring tape، ممكن يكون عندك في البيت. طب لو انا عايزة اقيس الماس، هقيسها بالرولر؟ هقيسها بالميجرينج تيب؟ لا يا ميس، هقيسها بالبالانس او السكيلز، الموازين. اللي we can measure the mass، الكتلة of matter using a scale، عن طريق الميزان. بنقول للراجل عند السوبر ماركت او البقال انا عايز 1 متر من العنب ولا 1 كيلو؟ لا، انا بقول له انا عايز 1 كيلو من العنب، ما بقولوش 1 متر. اوكي؟ يبقى انا عندي لينس بقيسه بالرولر او بالميجرنج تيب، بقيس الماس بالسكيل. اوكي، لازم تكون عارف كلمة ميجر.
measure يعني يقيس. تعالوا بنا نكمل. النوت matter can change، المادة ممكن تتغير، واحنا قلنا الكلام ده في lesson 1. from one state to another، من حالة لحالة. زي ايه؟ قال لي مثلا لما انا يكون عندي liquid state في الصيف، water المية، بنعمل فيه ايه؟ بنحطه في الفريزر. ليه؟ عايزين ايس، تلج. طب هو هنا كان ايه؟ كان ليكويد، اتحول لايه؟ تشينج تو سوليد، اتحول لماده صلبه. وحدي كده؟ لا، انا عملت له عمليه اسمها فريزنج. فريزنج يعني تجميد، يبقى الووتر باي فريزنج عن طريق التجميد تشينج تو سوليد، اتحول لسوليد اللي هو الايس. طب ومن سوليد لما طلع التلج وعرضوا الهيت لحرارة هيحصل له melting، melting يعني ذوبان، هيتحول لإيه؟ لووتر. يبقى السوليد عن طريق الميلتينج اتحول لإيه؟ لليكويد. قال لي there are something that are not matter such as light and sound which are form of energy. أنا عندي حاجات ما اقدرش اقول عليها ان هي مطر، نوت مطر، هي مش ماده. امال بقول عليها ايه؟ ده انا بقول عليها انرجي. انرجي يعني ايه؟ طاقه. زي ايه؟ زي اللي خدناهم في جونيور 4، لايت انرجي، ساوند انرجي، طاقه الصوت، طاقه الضوء، دول نوت مطر. امال ايه؟ لا، دول طاقه، شكل من اشكال الطاقه. طب يلا نقول اللي تشيك اندرستاند بتاعتنا. all matters، كل المواد، are made up of tiny particles، من جزيئات صغيرة. the particles of نقط مطر have a lot of energy، عندها طاقة كتير. من دي؟ انا عندي اللي عندها energy كتير هي الغاز. number twos، particles of نقط مطر are very close to، قريبة جدا من بعضها، دي solid. number two، particles move less than liquid، مين بيتحرك أقل من الليكويد؟ ده solid. وبكده نكون خلصنا اللسن. يلا بينا ناخد الاكسرسايز. choose liquid liquid have definite ايه؟ عندها ايه الليكويد؟ عندها definite volume، حجم معين. but their نقط are not definite، اللي عندها مش definite shape. يبقى number مين؟ number A. number two، both of نقط and نقط are solids as they have definite shape and volume. مين اللي يعتبر solid؟ الود والأكسجين، الملك والأيرون. الود والأيرون، الملكي والأكسجين طبعا، الود والأيرون. number three، one of the substances that doesn't take the shape of its container is. خدوا بالكم، هما دايما بيغلطوكوا في انه يجيبوا doesn't، not، no، وانتوا ما تاخدوش بالكم. مادة doesn't take the shape of its container، مش بتاخد الشكل بتاع الكونتينر، ما عنديش غيرها اللي هي ايه؟ الصوليد. طب تعالوا نشوف oil، coin، gasoline، water. oil وجازولين ووتر والاويل كلهم ليكويد، يبقى الوحيده الصويل الكوين. الكوين اللي هي العمله زي الجنيه الحديد بتاعنا. نمبر 4، باث اوف نوت اند نوت تيك يعني بتاخد ذا شيب اوف ذير كونتينر، بتاخد شكل الكونتينر. مين اللي بتاخد شكل الكونتينر؟ يا الجاز، يا اما جاز يا اما ليكويد. فاحنا هندور على جاز وليكويد، اير وبلاستيك، ووتر واير. ووتر واير وتنفع. ليه؟ الووتر ليكويد والاير ايه؟ والاير جاز. نمبر 5، جازز هاف نقط شيب اند فولم، الغازات لا ليها شكل معين ولا ليها حجم معين. يبقى عايزين نو ديفينيت، نو ديفينيت، نو ديفينيت shape، no definite volume. number 6،
particles of نقط are very close to each other. جزيئات مين اللي قريبة من بعض؟ أكيد حاجة تكون solid. ومين solid في دول؟ الجولد. Number 7. Particles of the following substance have a lot of energy. مين اللي عنده a lot of energy except ما عدا؟ بيقول لي كلهم عندهم energy كتير ما عدا واحدة. Water vapor, carbon dioxide, oxygen rubber. كلهم تلاحظوا ان دي ودي ودي كلهم gases. فعندهم a lot of energy. مين اللي مش gases؟ الرابر، المطاط. المطاط ده اللي بتصنع منه الكورة اللي عندك في البيت اللي بتلعب بيها. Number 8. To measure. علشان is the length of a table. ترابيزة، الطول بتاع الترابيزة. We can use thermometer, balance scale, الميزان, السيلندر ولا الميجرينج تيب. طبعا هنقيسها بالميجرينج تيب. طب تعالوا نشوف Number 2. Milk و air و wood. حاجة solid، حاجة water، حاجة gas، حاجة solid. تعالوا نشوف. Number 1. Its particles as bagged tightly. Bagged tightly يعني كتلة واحدة. اللي هي مين؟ الود. يبقى Number 3 هتاخد ايه؟ نعلم عليها عشان ما نرجع لهاش تاني. Number B. Its particles have medium energy. عندها طاقة متوسطة. مين اللي في النص؟ الليكويد. الليكويد هي اللي عندها طاقة ايه؟ medium energy. طب تعالوا بقى نعلم عليها. فاضل عند الاير. الاير its particle move very freely. الاير بيتحرك بسهولة جدا. طب يلا بينا نكمل. true or false. all forms of matter have a volume. كل اشكال المادة لها volume. طبعا لها mass و volume. number 2. liquids don't take the shape of container. لا طبعا ده بياخد الشكل. it's wrong. number 3. but gold and milk have definite shape. طب تعالوا نشوفهم. الجولد اللي هو الذهب ده solid. ليه definite shape. اما الملك ده liquid. يبقى has no definite shape. يبقى الانسر بتاعتي it's wrong. number 4. gases keep their shape and volume whatever the container change. الغازات بتحتفظ بشكلها وحجمها whatever مهما تغير الكونتينر اللي احنا حطينا فيه. طبعا غلط خالص. number 5. on transferring water. لما تنقل الووتر الميه from one pot من اناء او من الحله اللي عندكم في البيت to another لواحده تانيه it's volume will it change. حجمها هيتغير؟ لا يا ناس، هما نفس كميه الميه. يبقى it's wrong. number 6. particles of water جزيئات الميه can move more freely تقدر تتحرك بحريه than the particles of water vapor. طب تعالوا نشوف دي ايه. الووتر دي ليكويد، الووتر فيبر دي جاز. مين بيتحرك اكتر؟ الجاز. يبقى الانسر عندي اتس رونج. نمبر 7. particles of all matter are in continuous motion. ايوه اتس رايت. نمبر 8. light and sound and form of matter. قلنا لا، هما شكل من اشكال الانرجي وليس ايه؟ وليس المطر. نمبر 4. scientific term. قول لي كلمة. The state of matter that has definite volume and shape. طبعا هو solid. لها حجم معين وشكل معين أو محدد. Number 2. The state of matter that is characterized by having a definite volume but it doesn't have definite shape. طبعا دي liquid. لها حجم معين وشكل غير معين. Number 3. Substances المادة that take the shape and volume of their container. دي الجاز. Number 4. The state of matter that has a lot of spaces between its particles. اللي ليها مسافات واسعة ما بين الجزيئات. دي برضو الجاز. Number 5. The liquid, the tool, الأداة used to measure the length of wall. عايز تقيس طول الحيطة بتستخدم ايه؟ الميجرينج بتاعك. complete. state of matter are gas,
وليكويد وعندي الصوت. نمبر 2 ان ذا نقط مطر ذا فوليوم اند شيب دونت تشينج. الفوليوم والشيب مش بيتغير، ما عنديش غيرها الصوليد. نمبر 3 ووتر از ماتر ان نقط ستيت. الووتر ده الحالة بتاعته ايه؟ الحالة بتاعته ليكويد. وايل ووتر فيبر البخار اذا ماتر ان جاز ستيت. نمبر 4 ماتر that takes the shape of its container but its volume cannot be changed. انا عندي المادة اللي بتاخد شكل الاناء بتاعها اللي انا حطيتها فيه ولكن حجمها مش بيتغير. دي ايه المادة دي؟ ليكويد. نمبر 5 the نقط of a pen can be measured by using ruler. البن القلم بتاعي اقيس ايه؟ بالرولر. اقيس اللينس الطول بتاعه. نمبر 6 particles of نقط matter are very close قريبه جدا من بعضها. مين دي؟ دي الصوت. طب يلا بينا نكمل. نمبر 6 give reason sugar is a solid matter. ليه sugar solid matter؟ سهله، علشان ليه definite shape and definite volume. تعالوا نكتبها. because it has definite shape and volume. ليه حجم معين وكمان ليه شكل ايه معين. ليه؟ هو solid. number 2 wood has definite shape and volume. العكس بقى، يجي يقول لك الشجر ليه سوليد؟ تقول له علشان ليه ديفينيت شيب اند فولم. يجي يقول لك ليه الوود ديفينيت شيب وفولم؟ تقول له عشان هو سوليد. because الوود از ا سوليد ماتر. سؤال وعكسه. نمبر 3 اوكسجين هاز نو ديفينيت شيب اور فولم. ليه؟ علشان هو جاز. because it is a gas matter. طب تعالوا نشوف number 4 particles of a piece of iron are very close to each of other. ليه هي قريبة من بعضها؟ علشان هي solid. because it is a solid matter. number 7 what happened ماذا يحدث لو the shape of water if we put 3 equal amount. لو احنا جبنا مية حطناه في 3 equal amount of water in different in 3 different container في 3 أشكال مختلفة. يعني جبنا كوب كده، كوب شكله كده، وكوب شكله كده، وكوب شكله كده، وحطينا في كل واحد فيهم كمية مناسبة من المية، كم نفس الكمية، هيحصل ايه؟ اللي هيتغير؟ هيتغير الشيب. يبقى هنقول the shape of water sorry water the shape of water will change. هيتغير من كونتينر للتاني. number 2 the volume of a coil if we transfer it from a cup to another cup. لو جبنا الجنيه بتاعنا وحطناه في كوب وجينا حطناه في الكوب كان شكله كده، هل الكوين بتاعتي هي سيركل هل هتتغير وتبقى تريانجل؟ لا. يبقى the shape الشكل بتاعها will not change، مش هتتغير. ليه؟ علشان هي solid. study the figure ده مين ده؟ ده solid وده liquid علشان المسافات قليلة وده gas. number 1 figure 1 represent solid it's right. figure 2 represent liquid it's right. by increasing the spaces between the particles of figure 2 this is matter may change into solid state.
لو احنا زودنا السبيسز اللي هنا هتتحول لسوليد؟ لا ده هتتحول لجاز. It's wrong. Particles of figure 1 have more energy than particles of figure 3. لا احنا قلنا اكتر حد عنده energy هو number 3 الجاز، يبقى it's a it's wrong. وبكده جونيور 5 نكون خلصنا lesson 2، وكمان نكون خلصنا اخر درس داخل معاكم في امتحان شهر نوفمبر. ان شاء الله هنبدأ نخلص في مادة الماس وكمان في مادة الاي سي تي، وكمان ناخد المراجعات اللي هتنزل بإذن الله. لو زاد عندنا وقت قبل شهر 11 هنكمل في منهج شهر 12. أسيبكم في رعاية الله وفضله، دمتم دايما بخير، دمتم متفوقين وموفقين جونيور 5. باي باي، مع السلامة.